لما بيخسر ليفربول وتبهدل بالمرات المؤخرة يعني لما كنت سيء جدا سيء جدا بتعصب جدا بتعصب على جمانة؟ لا انا ما بحكي ببعد عنه والله اي والله انا بشوفه ما انه رايق ببعد عنه ليش احكي وهو معصب لانه فعلا انا بعرف شو بيعني له ليفربول مع مين بتحب يلعب ليفربول مان يونايتد مان سيتي ايه مين اقوى فريق بانجلترا هلا مان سيتي وتشيلسي هاي تشيلسي ايوه اديها شوي لا تشيلسي هي اديها يعني شوي مان يونايتد كمان طبعا ما بيعرفوا كثير الجمهور انك انت معظم حياتك كان في السعوديه ايه اكيد مين بتشجع بالسعوديه الاهلي السعودي اكيد اي بس بطلت بعدين صرت رحت الزمالك اهلي وزمالك كيف زبطوا معك لا الاهلي ما انا عارف انه اهلي سعودي وهلا هلا الاهلي ولا قلبت على الاتحاد بتابعه لا الاتحاد انت ابن جده ها اه اكيد كم سنه عشت بجده عمر والله يعني 20 سنة يمكن والله آه. طيب كويس كويس شو بدك أحسن من هيك